نرمين، من الحرف التقليدية اللي عمرها سنين وأدواتها يمكن شوي صعبة ومو كل حدا بيقدر يساويها، رح نروح لشي تاني اللي هو الهاند ميد، ما كتير بعيد عن القطع التقليدية. صحيح. ولكن الهاند ميد خلال هاي الفترة الماضية ما عاد مجرد موهبة أو مهارة عم تستثمر من خلالها السيدة وقتها، اليوم هي أفكار مبدعة ومنتجات بجودة عالية من خلالها عم تقدر السيدة أنه هي تعين أسرتها اقتصاديا وأيضا جمالية لمنزلها. كويلينج آرت أو فن لف الورق هو أحد الفنون اللي ظهرت بالقرن التاسع عشر، اليوم عم يلقى رواج كبير، فهو لا يتطلب سوى أدوات بسيطة لأفكار عملية وجميلة. رح نتعرف عليها ضمن مساحتنا لليوم، واللي بإمكان كل سيدة تأخذ فكرة ولو بسيطة عن قطع ممكن تنفذها بالبيت. مع ضيفتنا سيدة نورة حباش، مصممة أعمال يدوية. سعد صباحك، أهلا وسهلا فيك نورة. صباح النور، يعطيكم العافية. يعني مثل ما قلتي، هذا الفن كويلينج آرت هي لف الورق، حنحكي عنه اليوم. أهلا وسهلا فيكي. خلينا نتعرف أكثر عن حرفة لف الورق مع حضرتك. هلا فن الورق هو الكلمة، إذا فينا نقول الكويلينج أو الكويل، هي عبارة عن كلمة إنجليزية معناتها لف، فهي بتختصر الفن كله. المادة الأساسية تبعها هي ورق، لكن من قبل ما كانت ورق، كان ممكن تكون شرايط معدنية أو ممكن تكون جلدية أو شيء مقوى أكثر ما يكون ورق. هلا توجهت لأنه تكون بالورق، أو إذا فينا نقول الورق المقوى أكثر، فهي بتعتمد على شرايط بتكون مقصوصة بهالطريقة، ممكن يكون طوله يعني حسب العمل اللي احنا بدنا نساوي. فهذا بمختصر مفيد هو الفن كتعريف عنه. يعني اكيد طريقه لفه في له تكنيكات معينه، هلا ممكن خلينا وانت عم تشرحي لنا، معلش هلا في معنا نماذج منجزه تمام. ولكن خلينا مشان نستغل الوقت ونشوف هيك قطعه من بين ايديكي، نتعرف على الادوات وانت عم تشرحي لنا عن الاليه. هلا نحن بالنسبه لفن الورق، خلينا نقول انه نحن بدنا نأمن الورق، فهي الماده كثير متوفره، ممكن ننزل على اي مكتبه ونتبضع الوان، قد ما فينا نزيدهم بيكون كثير احلى يعني. انا بميل للالوان الزهر للصراحه والاخضر، فنحن كادوات بالنسبه لهذا الفن، في هذا القلم وفينا ما يكون متوفر. القلم هو عباره عن قطعه معدنيه مشقوقه بالنص، فهي بتمسك ورق طرف الورقه وصار فينا نستحكم، اذا فينا نقول نلف حواليها الورقه تمام. فهي مجرد ما نعلق طرف الورقه صار اللف سهل، يعني صار فينا نلاقي بطريقه معينه. هلا اذا ما انا موجوده وممكن ما تكون متوفره عندنا بالسوق، ففينا بس نحاول نصغر اللفه الصغيره البدايه قد ما فينا، وبعدين نلفها بايدنا. فممكن نكون لاخر الشريطه، ممكن نعملها حسب حجم اللفه، ممكن نعملها بملقط شعر. ملقط الشعر ما بيمسكها مزبوط، لانه ممكن هلا ارجيك اياه كثير ناعم وبيشده بيمسكه. يعني بدك ممكن كماشه صغيره، بس هي بتكبر الفراغ النصاني. بكل الاحوال فينا نستخدم ايدينا. ف انا اللي عم حاول لفه هلا هي اول شريطه، ممكن تكون بتلت ورده تمام. وانا رح استخدم التلزيق، هو السيليكون بالنسبه للكرتون. هلا مجرد ما لفيتها انا لحتى اضمن انه يكون قياس نظامي لكل القطع، فانا بستخدم مساطر مدوره، كمان فينا نلاقيها بالمكتبه، لكن المسطره الاساسيه للكولينج ممكن تكون بهذا الشكل تمام. الفن هذا ممكن يكون لف ورق ارق من الكرتون، ففينا نشكله بمثلث او لوب او اوفالات، وبناخذ اقطار الدوائر ممكن تكون مشكله، وحتى المربع اذا كسرنا الزوايا تبعه وشكلناه ضمن المسطره، فهي تعتبر المسطره الاساسيه، وفي منها اشكال اكثر يعني. فانا ممكن اعتمد قياس معين ثبت فيه اللفه اللي بدي اياها، هيك بضمن انه قياسات القطع الباقيه. هلا مجرد ما مثلا اعتمدت الحجم اللي انا بدي اياه، اي تمام. هلا رح كبرها نتفه، فانا اخذت قياس بتخيل 16 ملي. ولا يهمك. هلا مجرد ما فردت فينا نستخدمها كمان كفرد، تطلع شيء ثاني. اي هلا انا رح ارجع شدها.
المبدا كثير سهل وما له كثير تكنيك كثير صعب، فيه الواحد يبلش فيه. التكنيكات الاصعب ممكن تلتقى بمصادر. انا حطيت نقطه سيليكون، والسيليكون انا استخدمته بس لانه سريع، فهيك ممكن لزقنا اول قطعه حافظنا عليها. انا رح اعمل كمان قطعه لحتى انا لازم اعمل خمسه وبعدين نعمل ورقه خضراء. التكنيكات ممكن نلاقي منها اكثر بفيديوهات، يعني صار بما انه السوشيال ميديا او مصادر كثير متوفره ففينا نتعلم تكنيكات اصعب اذا نتفرج عليهم. لازم العالم تحفظ الاسم، يعني ممكن يساعدها اكثر انه بالبحث. خلينا نرجع لنعيد الاسم مع حضرتك. فالاسم هو كويلينج، الكلمه هي كويل كيو يو اي دبل ال، هي عباره عن لف. نعم. ففيهم بهالكلمه او الرابط ممكن يلاقوا مصادر كثير حلوه. نعم. هي الثانيه نوره، يعني اذا بدنا نلخص شو حكيتي معنا، نحن جبنا الورق لفيناه اخذنا قياساته تمام عن طريق المصادر اللي شفناها من شوي، تمام. هلا فتنا على مرحله التلزيق. تمام. عم نلزق وبنفس الوقت الكرتون في متوفر بالمكاتب، والمسطره الدوائر كمان فينا نلاقيها باي مكتبه. نعم. صفه القلم فينا نلف بايدينا، فينا نستعيد عنه. هلا انت عم تعملي اللي هو الشكل هذا اللي هو الشكل العادي والتقليدي اللي موجود. تمام. تماما. ولكن اذا بدنا نحكي عن الاشكال الثانيه، ويمكن شايفه انت معك ورق جاهز. تمام. يعني تماما هلا مبين معنا على الكاميرا هذا الشكل اللي هو شايفينه هلا طالع هيك مثل الورده الطبيعيه. تماما. كيف بنعمل هذا الشكل؟ هلا نحن اخذنا هذا كله نموذج واحد. تمام. بس بيختلف الاشكال حسب المسطره شو اخذتي فيها. ممكن بالقص اذا حبيت. اما هي كيف هي بتتشكل؟ هي من القطعه البدائيه. تمام. هلا الأولانية. انا بدي اوصل لهالمصدر. هلا بكل الاحوال اذا نحن فيني وقف الشغل، هي مثل ياسمينه. انا فيني المدور هذا الشكل المدور فيني العب عليه لحتى يصير مثل بتله الياسمين باني اطويه ب من جهتين. تمام. مثل بطويه بضغط عليه بس فهو تشكل. فانا فيني اضغط من جهه واحده ممكن تصير هذا الشكل، وفيني اضغط من الجهتين فانا بحصل على شكلين. نعم. فهاد بتعطيني شكل الورقه الخضراء اكثر. ثانيه تغيرت. تمام. فينا نلعب بهالطريقه، وهي مهمه هي المسطره لحتى نحن نشكل. الورده اللي عم تحكي عليها هي بتشبه هي القطعه. تمام. وهي انه بنعرض لشريطة الكرتون اللي بدنا نقصها بهالطريقة، بنعرضها وحنقص الاطراف تبعها من اولها للاخير، بنحاول ننعم القصة قد ما فينا. صدقي ونحن وصغار كنا نتسلى اوقات نعمل هيك اذا بقيان عنا كرتونة ورقة نتسلى فيها وطلع فينا نستفيد منها هي. تمام. وهي متوفره وهي ماده جيده للاولاد، يعني انه ممكن يضيع وقت شيء مفيد بس بيبقى المهارات بدها شوي، يعني شويه مهارات اكثر لحتى بس نظبط القياسات ويكون اللف انعم ما يمكن والقص انعم. طيب. ما يمكن. هي مهمه ما سهله بالنسبه للاولاد، فهي ممكن تنمي لهم مهارات كثير جيده. طيب. فالمبدا انه بعد ما نقص فينا نلفه بنفس الطريقه. فمجرد ما نلف بيبقى مرحله التلزيق والفرد. هلا هي ضيقه لانه كان بدها كمان قطعه ثانيه، كل ما سمكناها ممكن نحصل على قطعه اكبر. تمام. فهذا الفرق. فانا اخذت على عرض الطبق الضيق. هلا مجرد ما لزقتها ففينا نفردها بهالطريقه، فهيك حصلت على هذا الشكل. في ورده طبيعيه انا نسيانه شو اسمها بتشبه هذا الشكل تماما، يعني وبيكون الوانها على اصفر. يمكن القرنفل. القرنفل وورده ثانيه يمكن اذا ماني غلطانه المارغريت يمكن هيك بتعطي بول هيك اصفر دائما بلاقيها بتشبهها تماما يعني الورد. فهذا التشكيل ممكن وقتها بيبقى دور التصميم، فنحن فينا نرتب البتلات حد بعضهم ونلزقهم كمان بنفس الطريقه. الوانهم قديش رايقه وبتلبق لبعض يعني. هي لانه الوان الكرتون فنحن بالالوان اللايت تعتبر، يعني في الوان غامقه ما انا كثير متوفره، يعني انه ما بنلاقي الالوان الاسود والبني والاخضر الغامق، هدول بتحسي انه ممكن يلتقوا ب
بالمكتبات المختصة أكثر، مو المتوفرة دائما وقريبة علينا. فهذا بشكل مختصر كثير المبدأ. نحن عم نشوف صور على الشاشة من أعمالك، أعمال. هلأ هدول الأعمال هن لشخص كثير مشهور روسي، هي مصممة أو فينا نقول جرافيك ديزاين، فهي فينا نقول الرقم واحد تقريبا بهذا الفن بالعالم. هلأ أعمالها بتحاول تعمل الوجوه، وممكن تعمل أعمال 3D، فهي ممكن تكون ملهم للي حابب يدخل بالفن أكثر. هي من أعمالك؟ هي أعمالي، وهي أعمال يولا برودوسكيا اسمها. يعني فينا نقول هي كانت الملهم لك بهذا الموضوع؟ فيني أقول أنه دائما الواحد لما يفوت بأي فن بيحاول يتعلم شوي فيه لازم يشوف أعمال يراقب، وأهم أنه يراقب ياخذ أفكار. أي تمام، وأهم أنه يراقب الناس المبدعين بهذا الفن. الفن ما هو كثير حديث، هو صحيح. هو ابعد ما يكون عن القرن التاسع عشر مثل ما قلتي، هو يمكن من القرن الخامس عشر. نعم، ومبلش بقصص مثل ما قلنا انه كانت بزينوا كتب، في افكار كثير ممكن كانوا يعملوها، بزينوا الاسلحه بشرائط معدنيه. هلا صار بهالطريقه عم يتقدم للعالم. وافكاره هلا ممكن نرجع نلاقيها بكروت الافراح مثلا. والافكار اللي انا منفذتها هي مثلا ممكن كادرات، يعني انا رح ارجيكم هي مثلا، انا حاطه عليها كلمه ويلكم فينا نحطها بالبيت او تمام. تتقدم هديه اي، ويعني ممكن نحطها بمدخل البيت او نعلقها بهي، وممكن ناخذ تصميم يمكن بالقطعه اللي عندك وبالقطعه اللي معي قطع حديديه كمان. تمام. من اعاده التدوير، هي مع حقيقة إعادة تدوير، هنا مثل اكسسوارات معدن اللي عم يدخلوا بالاكسسوارات حاليا. فهي فيني أقول هي لمستي الخاصة على الموضوع. يعني ممكن أي حدا يدخل لمساته، في ناس ممكن تدخل لولو، في ناس ممكن تدخل استراس بالقطع، يعني ممكن تحط قلب الوردة يكون استراس أو لولو. وانا اللي اخترته المعدن لانه بلاقي فراشات، بلاقي ورق، هي كلياتنا بالبيت عندنا قطعه اكسسوار انتزعت ما عاد بدنا نلبسها، بطلت موضتها، فبنقدر ناخذها. هي الاشكال اللي نحن هلا عم نشوفها هي كيفيه تطبيق هذا الشيء على شغلات ممكن نستفيد منها، مثل ما شايفين هلا بايدك مثلا. كمان كفكره انه كيف فينا نقدمه هذا الفن اذا حبينا نشتغل فيه، وبيبقى انه يكون عندنا وقت مثلا. اكيد. طيب يعني مراحل متعدده، ممكن كل قطعه قد ايه تاخذ منك وقت؟ هلا اذا قدرنا، يعني قدرنا على الهواء انه مثلا هاي ممكن تاخذ دقيقه لف، القص ممكن جزء من الدقيقة، ممكن الوردة كاملة تاخذ 5 دقائق ل10 دقائق حسب التكنيك والقص تبعها. يعني هذا الوسطي، فعمليا هي الوقت ما بياخذ كثير اللف قد التنسيق. يعني نحن بنعمل مثلا ممكن تشكيلة ورد وبنحطهم، وقتها المعضلة انه ننسق ضمن كادر معين، نشوف كيف تلبية الالوان والاحجام وتوزيعهم، فهذا اللي بياخذ وقت اكثر مرات من العملية نفسها كلف. فهي مدة إنتاج قطعة مثلا. القطعة ممكن تكون مدعومة بقطعة خشبية، مثل ما بالنسبة لقطعي الخاصة، فالقطعة الخشبية بتتفصل وضمنها بقدر بشتغل أو بنسق الموضوع اللي أنا بدي أقدمه. في نصائح هيك بالوقت المتبقي ممكن تقدميها للناس، كيف ممكن يحافظوا على هاي القطع الموجوده؟ هلا هاي القطع بدها نفخ بالهواء كل فتره لحتى ما تتعلق فيها، او فينا نستخدم كوادر تكون مسكره. ممكن ندهنها بماده معينه؟ فينا ندهنها بماده معينه، للصراحه ما اكتشفت لسه الماده، بس انه ببخوها ممكن مثبت او لكر، بس انا بحس انه ممكن ياخذ من الكرتون، يعني ما خشب لانه هذا ورق، يعني ممكن يتش شوي او كذا. ففي هي ممكن نبحث عنها. نعم. ونلاقي طريقه لندعمها اكثر. بالاغلب انه في ناس كانت او في ناس بتشتغل. نعم. بهذا الفن ممكن تدهنه دهان طبيعي، يعني ممكن يكون الماده ورق جرايد وبندهن، ف
أكيد. بتحفظ أكيد القطع. معلومات كثير مهمة اليوم تعرفنا فيها وخطوات سريعة تعرفنا منك عليها. بدنا نتشكر وجودك معنا نورة حبش مصممة الأعمال اليدوية. يا هلا وشكرا لكم. أهلا وسهلا.